كثير من الأشياء جميلة حوالينا، وخاصة إذا كانت من روح أشخاص بحطوهم بهدول الشغلات وكانت متميزة. معك سلمى، شو عندنا شغلات حلوة هيك بين إيديكم؟ اليوم بفقرتنا سالي طبعا بالهاند ميد رح نحكي كيف ممكن تتحول قطعة قماش أو بقايا ملابس قديمة أو حتى قطع يمكن بيخطر ببالنا بالبيت إنه ما عاد في إلها لازمة، ولكن مجموعة سيدات حولوا هاي القطع لقطع فنية وحتى أعادوا إعادة تدويرها مع إعادة إنتاج نفسهم وحياتهم من خلال هاي المشاريع اللي اشتركوا فيها. طبعا معنا سيدة لليوم، إضافة إلى نشاطها بالهدوء والرياضة واليوغا، هي دخلت ضمن مشروع نسائي اعتمد طبعا على إعادة تدوير الأقمشة. رح نحكي عن تجربتها بهذا الموضوع وتجربتها مع السيدات إن كان بخلايا النحل أو بإبرة وخيط. خلينا رحب سوا بضيفتنا لليوم السيدة غدير بغجات. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. كيفك اليوم؟ رواء الحمد لله، كله تمام. يمكن هذا الشغل بيعطي لحاله هيك طاقة إيجابية وبيعطي رواء غير أكيد اليوغا. أكيد أكيد، يعني هنا صار بالنسبة لتجربتي صار في حالة تكاملية بين إبرة وخيط والتدوير الأقمشة المستعملة وبين اليوغا. أنا يعني تقريبا أنا كنت بشتغل باليوغا من قبل، بس بال 2013 ثاقبت إنه تنتين سوا، فتحت مركز اليوغا وعملنا يعني مشروعين. خلينا نقول دورات إعادة التدوير مع الدكتورة سحر بصير، مشروع خلايا النحل عن جيب المركز. بعد ما تخرجنا نحن عدة نحلات بتسميها، أكيد نحلات سورية نوجه لهم تحية كلهم مع الدكتورة أكيد سحر الله يسلمك. بعد ما بنتخرج عملنا أنشأنا مثل خلية صغيرة اسمها مجموعة إبرة وخيط، سيدات نساء بعد ما أدوا كل عملوا كل هدول النماذج تخرجوا التدريبية تبعهم. النموذج التدريبي رقم واحد خلينا نشوفه، أربع قطع. هلأ بحكي لكم شلون كيف صارت الفكرة، وهي 12 قطعة وبعدين بنكبر. أيوة بعدين يعني عم نشوف أيضا هذا شغله. يمكن هذا بيجي شرشف طاولة ولكن مشغول بدقة وعناية، يعني عم نشوف انه مشغول عن جد بروح ونفس حتى طالع هالكتلة الجميلة قدامنا. نحكي كمان أيضا عن هذا الموضوع مخدات يعني لحظة. أكيد أكيد. هلأ الفكرة أنه نحن بمنهج التدريبي تبع الدكتورة سحر كان هو بيتألف من خمس مراحل. أول كل نحن لازم نقطع، بدنا نحكي مشوار القطعة شلون بتصير. نحن ما عنا أقمشة عادة مهملة من كبة، عنا ثياب مستعملة مهرية أو غير صالحة حتى في كثير مصادر للقماش اللي ممكن نستفيد منه. بالتالي نحن بالبداية منجهز هيك منقصقص مربعات، مربعات 12 سنتي، هي اسمها وحدة نسميها وحدة. منبلش بأول تدريب هو لنا تجميع أربع قطع مع بعضهم بتشكيل معين للوحدات، بعدين 12 قطعة، وبعدين بنطلع للمخدة والجمخدة، وبعدين نتعلم نعمل المثلثات بعد المربعات، صناعة مثلث من خلال مربع من خلال المثلثين، بعدين نعمل الشرشف الكبير اللي هو مشروع التخرج اللي يمكن أو لوحة زخرفية كمان اللي شفناها هون. هاي اللوحة الزخرفية قبل مشروع التخرج لأنه هي تطبيق لفكرة المثلثات. من شروط منتجاتنا تكون قوية متينة جميلة حرة بشكل كامل، ما في أي قيد أو شرط على الست شو تنقي قماش، شو تنقي تصميم تماماً، شو تنقي شغلة، هي بتختار بالطريقة اللي تناسبها. يعني حتى هذا جزدان، حتى جزدان الأغراض اللي أنت حاطة فيه الأغراض هو معمول بنفس الطريقة. بنفس الطريقة أكيد. هلأ نحن بنتخرج يلي بتحب تنضم لإبرة وخيط، إبرة وخيط صارت بقى حرة، صرنا بقى نبدع أفكار جديدة ونعلم بعضنا. لقائنا الدوري كل يوم السبت بمجمع دمر الثقافي، فمدعوين كل سيدات دمشق لحضور هذا اللقاء الساعة 11 الصبح. منعلم مجانا هالتقنية، تقنية إعادة التدوير، وأولا لحتى تاخذ الشهادة الست، بعدين بقى ننطلق. واحدة من بيناتنا حبت تعمل الألعاب، علمتنا عملت لنا
دورة عن الألعاب. هي أنت اشتغلتيها مع السيدة؟ هي أختي عملتها، أختي سلافة بغجاتي مهندسة، هي المسؤولة هلأ المستلمة التدريب بمركز دمر، بما أني أنا متفرغة لليوغا أكثر فهي اللي مستلمة بالتدريب. نوجه لها تحية لسلافة أيضا، هذا كله شغلة تقريبا. يمكن ما بعرف حسيت روح أيضا إذا هيدي الشغلة والألوان اللي موجودة ألوانها مميزة سلمى. يعني سبحان الله هيك، يمكن كونها مهندسة كمان، فهي بعدين مثلا اكتشف هي صارت تشتغل كمان بصناعة الشناتي، هذا كله شغل ايد، ابرة وخيط ما في، ومع بطانة مع سحاب مع كثير حلوة هيك، يعني كله جواها يعني عم نشوف شيء بينافس خليني اقول الصناعات اللي هي بتستخدم اهم الماكينات. أكيد يمكن أكيد يعني لحتى نشوف هذا الشيء موجود اليوم بالسوق بده شغل. ما بتلاقي فيها هدول الاغلاط يمكن لانها مشغوله بعنايه، احيانا بس نشتري قطعه من السوق عم نشوف احيانا فيها هيك نكشه. هو كمان بلا مقطوع من حديثك، الخطأ الآلي بداية العين، خطأ البشري جميل أبدا، لأن إحنا من أحد القواعد تبعنا هي الأخطاء الصغيرة التي ممكن تغاضي عنها، والأخطاء الصغيرة التي لا يمكن تغاضي عنها لأنها تكبر وقت بتكوني عم بتثبتي القطعة، مثلا عم تعملي شرشف كبير في خطأ صغير بالتثبيت، لا هون لازم نرجع، أحيانا نضطر نفتق نرجع نعيد الشغل لحتى يطلع معنا منتج متين وجديد وحلو وطبعا عملي. وهون بدي يعني شوف شيء يمكن حتى مع سالي في منه قطعة يعني كتير، في عنا مثلا تنورة قديمة صارت صغيرة، أكيد في أكيد عنا مثلا بنطلون جينز خليني أقول اهترى فما عاد يلبس أو شيء خلصت موضته، لأنه كمان الجينز بالذات في صبايا مثلا ما تحب تضل بنفس الموضة أكيد القديمة أكيد اللي كانت عم تلبسها. هون قديش في عنا أشكال، في شكل مع سالي وفي هون أشكال مختلفة للجينز. شكله هاد كان فستان، هذا نوعين، هذا كان فستان صحيح، هاد كان فستان وأخذتوا الجزء الفوقاني تقريبا عملتوه شنطة صحيح، هاي بتمشي شنطة بحر سالي أو شنطة مسبح. هاي كمان مثلا شوفي هاي كتير حلوة، بلوزة كمان إلى هيك هاي سلحوفة. هلا الحلو اللي بنقول لك عليه هاد ممكن يحط ديكور بالبيت أو ممكن تكون مشكك دبابيس عرفتي شلون؟ عدد هيك هاي منها الحجم، هاي وحدة صغيرة الحجم الصغير. هلا الفكرة إنه كل ست أبدعت بمجال فصرنا نعمل ورشات بينات بعضنا، ورشة صناعة دمى، ورشة صناعة محافظ ورشة تطريز، هذا التطريز مثلا كثير حلو كثير، هذا التطريز اللي على الكنار هذا جديد ما كان ببداية شغلنا، بعدين عملنا ورشة تطريز قام صار نعمل إضافة، معناتها في تطور يعني نحن بعملية تطور الأفكار ما بتخلص تمام. كل ست هي مبدعة هلأ هاي عشق يلي المخدة هاي، لا هاي الاخر ورشه عم بتصير اسمها ورشه حروفيات الاحرف كيف عم تتفرغ بطريقتين، اما يتركب الحرف على القماش او ينحفر يتفرغ وينحط تحته قماش وكمان بالتطريز بيتثبت، ودائما بنستخدم نحب ندلل الاقمشه الدمشقيه القديمه طبعا مثل هذا بيقولوا الصرمه وهدول القصص يعني صحيح بتحسي انه لازم نحتفي فيها، صارت كثير غاليه صح ما عدنا نقدر نشتري، ويمكن ممكن كل واحد يكون عنده قطعه قصقوصه اغباني او شيء فبتلاقي يلا سلمى شو عندك جمعي لنا هلا عن جد هي القطعه كثير مهمه، ويعني خلينا هون نحكي شوي كمان عن ثقافه اعاده التدوير بحد ذاتها، يعني اليوم هذا خليني اقول هي الثقافه ما عادت فقط عاده من زمان كانوا يقولوا ستي بتعمل شيء فبتخليه بقلب البيت صحيح هي من ريحه ستي هي من ريحه عمتي او كذا، لا هلا عم نحكي عن شيء نحن بحاجته، يعني اليوم المجتمعات بشكل عام بالظروف الصعبه بالاوقات الصعبه بتحاول تنتج حلول بسيطه، وبنفس الوقت يكون اللي عم ينتج هذا الحل هو صاحب مشكلة، فشفنا سيدات عندهم مشاكل قدروا يخرجوا أكيد من هاي المشاكل من خلال هذا الشغل، خلينا نحكي عن هاي الثقافة وعن دوركم من خلال اشتراككم مع مجموعة من السيدات. هالتجربة الجميلة قامت فيها عدة نساء وأجمل ما فيها أنه نحن منمثل كافة الشرائح السورية تماما طبقات المجتمع السوري، تلاقي بيناتنا دكتورة بالصيدلة كانت أستاذة بالجامعة
بتلاقي عنا المهندسة، بتلاقي عنا الأديبة الصحفية، بتلاقي عنا مثل أنا خريجة أدب إنجليزي مدربة يوغا، وبتلاقي نساء بسيطات اللي عانوا من هالحرب اللي هن دفعوا الثمن الثقيل ببلدنا، قصة التهجير وما إلى ذلك كمان بيشتركوا بهذا الشيء. أثرتي لا ولا يهمك عادي، هي دائما نحن وقت نحكي عن مشاكلنا أكيد كسوريين كلنا عندنا جرح كبير وأكيد الكل متأثر. كيف إذا كان هذا المشروع كان بلشت الدكتورة سحر بصير فيه بأول الحرب شو يقولون سيدات المهجرات، أيوة سيدات اللي عانوا، ويمكن كان معنا ايضا ضيوف من انواع نوع من انواع تعزيز المرأة وتقويتها يعني. فهذا الشغل كان كثير، فصرنا كل ست حسب حاجياتها يعني، اذا كانت هي محتاجة للبيع فعلا هي عم تنتج شيء تبيعه، عم تبيعه نعم بالاسواق تبعنا، بيعوا بازار بالبازارة تماما. اكيد نحن دائما سالي بنقول هي المساحة اللي نحن بنخصصها للهاند ميد، شو ما كان يكون المشروع اللي نحن عم نعرضه مع سيدة من سيداتنا، نحن عم نحكي فيه عن نحن بنحترم هيدا المشاعر يلي أكيد. طلعت منك يعني يمكن هي بتمسنا وبتأثر فينا، وخاصة إذا كنتي أنتي معه فأنتوا صرتوا عائلة واحدة يعني، اللي بيوجعهم بيوجعك واللي بيوجعك بيوجعهم، فكل الاحترام لهيدا المشاعر يعني. خاصة هون بنعرف سلمى قديه لسه الدنيا فيها خير وقديه نحن قلوبنا على بعضنا. أكيد، وهذا الهدف اللي نحن عم نحكي معك فيه اللي هو العطاء بأبسط الإمكانيات. من المهم أنه نحن ما نوقف، ما نستسلم، ما نقول ما في شيء طالع بإيدنا، خلاص بدنا نصف على جناب ونستنى كل شيء يجي لعنا. صحيح صحيح، نحن عم نمر بظروف كتير صعبة، وهون تعلمنا من خلال الإبرة والخيط، من خلال مشروع خلايا النحل، كيف نصنع شيء من لا شيء. كيف نصير قد ما قالوا لنا انه ما في امل وما في شيء، لا بالعمل كله بيصير، نحن بنشتغل وبيطلع معنا اي شيء من ولا شيء. بتذكر انه كان في كلمه انه نقول عليهم خروق للمزح، انه هي الخروق، بس قعدنا القيمه للخروق، إن هدول اللي كنا نكبهم نحن عرفنا نعمل منهم شيء مهم، وهيك نحن وهيك مثل العنقاء بدنا نطلع من الرماد. صحيح. ما في مجال يعني. مزبوط أكيد، يعني اليوم نحن كتير سعيدين بوجودك معنا أستاذة، دايما يمكن كل حدا بيكون عم يعطينا هيك خليني أقول طاقة وعم يعطينا من تجربته، فخورين دائما بكل سيدة سورية قدرت تتحدى أي ظروف، ظروفها الخاصة أو ظروف الحرب، لحتى تكون موجودة ومنتجة. شكرا لوجودك معنا. شكرا لإلك. شكرا لإلك. نسينا نحكي عن اليوغا مع الفكرة. بنعمل لقاء تاني مخصوص عن اليوغا عشان ما نظلم اليوغا أكيد. لأن اليوغا فن لحاله كمان بحاجة أكيد. لنحكي عن هالتجربة أكيد. لأنه هي عملية الخياطة كيف كانت تصير معي مثل اليوغا فعلا حالة أكيد. شكرا لك. شكرا لكم.